من هم مصاصو الدماء؟ مصاصو الدماء هم عبارة عن أشخاص من البشر الذين يشربون دماء البشر، يقتلون الأشخاص ثم يشربون دماءهم، أو وهم على قيد الحياة عن طريق العنق حتى يموت. لكن مصاصي الدماء ليسوا موجودين وهم من صنع الخيال، وتم اختراع هذه الشخصيات لاستخدامها في أفلام الرعب، وتم اختراعهم لبث الرعب في نفوس البشر الذين تعرض أمامهم هذه الأفلام، مع إضافة بعض المؤثرات الصوتية، وبشكل غير إرادي يرسل الدماغ إلى أعضاء الجسم شعوره بالخوف، ولكن تختلف نسبة الخوف من شخص إلى آخر. وهذه الأصوات التي يتم وضعها في مثل هذه البرامج مخصصة لهذه الأفلام. طبعا مصاصو الدماء يعملون على شرب دماء الإنسان، ولكن اختلفت أساميهم. منهم من أطلق عليهم اسم الزومبي، ومنهم من أسماه المستأذب، يكون على شكل ذئب وهو كذلك يشرب الدماء، وهنالك أسماء كثيرة لهم، ولكن جميعهم يقومون بنفس الشيء. وكذلك يستخدمون إيحاءات أخرى مثل الأماكن المظلمة أو الأشجار الكثيفة والأمطار الغزيرة، وعندها سيشعر الإنسان بالخوف، والأشخاص الذين يخترعون مثل هذه الأفلام يكون لديهم معرفة كاملة عن كيفية عمل دماغ الإنسان، وما هي الأصوات والإيحاءات التي تشعره بالفزع والخوف. هؤلاء هم مصاصي الدماء، وإن اختلفت أسماءهم وأشكالهم.